سمير سعيد السكري الشهير بخربوش. تلات قضايا نشل في تانية ابتدائي. حصل يا بنت. ست قضايا تحرش في تانية اعدادي. حصل. رفض في الترم التاني في تانية اعدادي. ما حصلش يا مادر، ما حصلش. انا نطيت من على السور وما رجعتش، يعني ما قدمتش استقالتي. 84 سابقة سرقة بالإكراه برأك منهم المحامي المحترم عمرو سلمي. على راسي يا عمرو بيه. فاضلك جناية واحدة من دول وينطبق عليك كل بنود قانون العقوبات المصري طالما تحمل الجنسية المصرية. تحيا مصر. ممكن بقى تفلت من الجناية 84 دي لو انت لا تحمل الجنسية المصرية، تحمل مثلا الجنسية الأمريكية، البرازيلية، المكسيكية. حلوة المكسيكية دي يا بت. بقولك يا بت، ما تيجي معايا كده سكة ودغري وتقولي انت عايز ايه بالظبط. سكة ودغري كده. العيال ولاد امبابا دول ظهر لهم اخ مكسيكي. عادي. قديمة قديمة. الاخ المكسيكي ده كان مقرش وهيرفعهم السما بفلوسه. برضه قديمة يا متر. قديمة برضه. الجديدة بقى إن الأخ ده حب يضرب جولة كده في وسط البلد، دخل ضرب طبقين كشري، شوية تقلية، واخد كمالة، شوية ورد، جاله دور إسهال، قفلت معاه، ركب الطيارة وفلق على المكسيك. السؤال هنا يا متر، أين موقع خربوش في هذه الحكاية؟ سأقول لك. اسمع يا سمير. One Mexico. هي واحد بالمكسيكي؟ واحد مكسيكو هي وان مكسيكو، وهي بالمناسبة تساوي اتنين مكسيكو، لأن لو واحد مكسيكو بيحب أخون مكسيكو كأن هما بقوا واحد بس. بس يا أستاذ عمرو اتفضل. وان تو تقرب لثري فور مكسيكو؟ هي وان مكسيكو وتو مكسيكو من نفس العيلة، وهما بيساووا واحد ريال مكسيكو. الريال ده ممكن يشتري حاجات كتير جدا جدا وانت في السوق الحرة المكسيكو. الله الله استعمى الله الله استعمى الله الله. اول حاجة هنعملها في المكسيكو ان احنا ننزل من الطيارة ندور على مواصلة للجيزة في المكسيكو. هو احنا رايحين المكسيكو؟ مش المفروض هو اللي جاي لنا؟ ما احنا لازم نجيبه من هناك علشان نبقى ضامنيكو انه ما هيهربيش ايكو. بليز مستر عمرو، ممكن دبليو ان سي؟ اقعد. اتفضل يا حبيبي. استاذ عمرو، ممكن عسليه يخش الحمام؟ اقعد يا ابني، مالكم انتوا عندكم اسهال ولا ايه؟ ما مش هينفع قاعدين متوترين وهو عايز يخش الحمام. مفيش توتر ولا حاجه، الدرس لطيف جدا. طب وعن مكسيكو؟ اوبا عن مكسيكو، تو مكسيكو، تو مكسيكو، مي مكسيكو، سي مكسيكو، فور مكسيكو. لو سمحت يا استاذ عمرو، انا اسف. انا ما عنديش مشكله في كل الكلام ده، هو مش شاغلني خالص. أنا اللي شاغلني دلوقتي الألمونيا. المفروض دلوقتي لو دي ثروة الواد أخويا المكسيكي، يبقى أنا دلوقتي نصيبي هيبقى الدايرة دي، ونصيب الواد عسلية هيبقى الدايرة دي. أزمارة خمام، مش معنى حتة صغيرة يا ابني. أنت مش فاهم، هناك الريال السعودي المكسيكي بتبقى عملة صغيرة، يعني أنت نصيبك كده أكتر. ظلمتك اخويا، معلش انا اسف. المهم يا عم، دلوقتي عشان نستولى على الثروه دي المفروض نعمل ايه؟ بعد ما استهبلت اخوك المفروض دلوقتي يا حبيبي انك ما تفتحش بقك خالص، لان انت لو ما اعترفتش ان هو اخوك مش هتاخد ولا ريال. انا مش هعترف، لو ضربوني بالجزمه مش هعترف يا عم. وانا والله العظيم والله العظيم ما هعترف. بس ما تعيطش، مش هنعترف يا عم. يا غبي انت، هو من مصلحتكم لازم كل الورق يقول ان الراجل ده اخوكم من الام عشان تاخدوا منه اي حاجه. انا كنت اعرف بنت مكسيكيه صاحبتي كانت على طول تقول لي كومستاي روزيتو، كومستاي روزيتو. تعالى تعالى تعالى، بطل استهبال. كومستاي، اقعد اقعد اقعد. اتفضل يا سلام.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلي عليه الصلاة والسلام. أنا قريت مش شاعر الكاتب القارئ هو يعني في الأصل ألماني ألماني زغلافي من أصل يعني من رود الفرد عنده أصل يعني قال إيه بقى الشاعر بص إيه؟ بص الجمال أيه. قال إيه بقى يوكا باسان تبريس يو يا قاب أني سيربسريت يو أبي قاربس يو يا بي يا بي يا بي يا بي إن كل كلامك ده مظبوط ربنا أدي عسلية. أنت عرفت الحاجات دي منين؟ إيه؟ أنا بقرا بقرا كتير بقرا كتير بقرا فعلا قاعد متخلف. تعالى هنا تعالى هنا اتفضل. ممكن أقعد هنا عشان نظري ضعيف؟ لا خليك مكانك. حاضر نركز بقى. هما خمس حاجات لازم نعرفهم ونحفظهم قبل ما نروح المكسيك. حاضر. من أول ما نركب الطيارة لحد ما ننزل هناك. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. بيفو اور تشيكنو. بيسو اور تشيكنو يعني ما باكلش اي خضار مسلوق. ليه؟ طب ما انا باكله عادي. قول كده للمضيف عشان تفهم انك وضع ضيف. ماشي ماشي. تاني حاجه تاكسي فور جيزا. تاكسي فور جيزا يعني عايز اروح نيو مكسيكو اللي هي العاصمه نفسها الفسجل المدني. ماشي. مفهوم؟ مفهوم. تاكسي فور مكسيكو. تاكسي فور مكسيكو تمام. تالت حاجة أخويا جونزاليس روماريو. أخويا جونزاليس روماريو يعني أخويا لو ما ظهرش هولع في أم المكسيك. مش عايزين مشاكل يا عم. بجد؟ أيوة أنا قلت نهدهم شوية. خلاص تمام بلاش دي بلاش دي. جوميزو سيلينا الحسنى يعني هنمشي كل حاجة بالحسنى. الله سيلينا جوميزو لحسنى. سيلينا لحينا لحسنى. سيلينا جوميزو لحسنى. اوبا سيلينا جوميزو لحسنى. سيلينا جوميزو لحسنى. يا صباح العسليات على ملك السجلات. اهلا اهلا اهلا. ايه ده؟ على فكرة انا فاكرك حبيبك. ما تقولش ها ما تقولش. بس ممكن كات؟ طبعا طبعا علبة كوكي كاتك مية حتى والله. اتفضل يا سيدي. قريلي كده بسم الله. ايه دي؟ عمر وسلمي. يا لهوي مالي. ايه الا بالحق الاستاذة مية عاملة ايه؟ مية مين؟ عز الدين. يا استاذ مصلحي عمرو سلمي. ها عمرو سلمي المحامي. جيت لحضرتك قبل كده لو انت فاكرني. تحت امرك. عايز ايه؟ انا كنت جيت لك قبل كده لو فاكر يعني مع زماره ها وعساليه وافراح. قلت افراح. قلبي ايه قلبي ها الله ها فرح رح فروحي في المصلحي. ايه افراح بقى عايزة ايه؟ يا استاذ مصلحي ايه ايه يا افراح في ايه؟ عايزة ايه بقى؟ انا يا بنتي ما صدقت اتقفل علينا باب بيت واحد. معلش يا اخوي مصالح الناس متعطلة في السجل. النهارده اجازة. النهارده اجازة يا افراح بقى. يا استاذ مصلحي فوق لنا شوية. ايه يا بنتي صوتك اتغير كده ليه؟ كاتك البالي صوتك عامل زي الواد اللي اسمه المحامي دي اللي اسمه الغيتي دي اللي اسمه عمر ده ولا عمرو دي. عايزة ايه بقى؟ جرى يا استاذ مصلحي. اهدي اهدي. ايه يا راجل يا محترم دي؟ ايه يا سيدي؟ جاي البيت خش جوه ست افراح. ايه يا جدع انت عايز ايه؟ ايه اللي جابك بيتي؟ بيت ايه؟ بيت ايه؟ اصحى استاذ مصلحي استاذ مصلحي. اصحى استاذ مصلحي. اصحى كده يا حبيبي اصحى. احنا في السجل اهو في الشغل اهو. الورقه اهو والختامه اهي والحاجه اهي. اصحى تحت امرك وامر. هيأمر عليك ظالم ابدا يا استاذ مصلحي. انت راجل يعني فهامه. مصلحي يعني مصالح ها؟ يعني شهادات سجلات اوراق ها دفاتر كده. انا عايزك في كام مصلحه كده واي حاجه هتتم بامر الله بالنص. ايه دي ايه دي ايه سجلات شهادات اوراق وايه بالنص دي؟ ايه بالنص دي يا محترم؟ ايه بالنص دي؟ على فكره انا فرش معايا الماده. لقطتك والله لقطتك. انت عايز تلعب في مصر المقصه صح؟ المقصه لا في الاولمبي يا خفيف في الاولمبي. بقول لك ايه؟ قول لي. انا عايز منك مصلحه. ومال؟ بس مش دلوقتي لما يجي وقتها اقول لك عليها. اذا بالحق عمر هو الاستاذ زمره عامل ايه؟ زمره كويس زي الفل. والاستاذ عزالي كويس برضه. والست افراح عامله ايه؟
جمال. وصباح معلش انا جيت البيت في وقت مش مناسب انا اسف في البيت افراح السلام عليكم في النساء سلام عليكم وصباح بس انت افرح بقى الله يحزك الله يحزك